تاريخ عريق لهذه المؤسسة التعليمية العسكرية، والتي انطلقت في عام 1378 تحت مسمى معهد الضباط العظام. ومع تطور التعليم العسكري وفي سياق تحقيق مشروع وزارة الدفاع، انطلقت رحلة تحول كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة إلى جامعة الدفاع الوطني، لتبدأ مرحلة جديدة وانطلاقة مشرقة نحو مستقبل تعليمي عسكري احترافي في المملكة. امتداد للتاريخ العريق لهذه الكلية والذي امتد لأكثر من 6 عقود، نشهد هذا اليوم فرحة وطن، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة أدام الله عزها. بدأت أعمال التحول إلى جامعة الدفاع الوطني بهدف أن تصبح رائدة إقليميا في إعداد القادة في مجال الدفاع والأمن الوطني. الجامعة تنطلق وفق استراتيجيات وشراكات محلية ودولية، وتهدف إلى تبادل الأفكار والبحوث وتطوير البرامج باستمرار. تعتبر الشراكات مع الجهات المحلية والدولية جزءا أساسيا من استراتيجية الجامعة، حيث تهدف إلى تبادل الأفكار والبحوث وتطوير البرامج باستمرار. تحرص الجامعة على المشاركة في المؤتمرات والندوات لنقل المعرفة وتطوير مهارات منتسبيها وأعضاء هيئة التدريس ودارسيها. جامعة الدفاع الوطني تسعى للابتكار والتطور لضمان تأثير إيجابي ومستدام على مستوى المملكة. من العيينة، عبد الرحمن الموسى، الإخبارية.